أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ مع أهم العناوين. الهيئة نت مقتل وإصابة 6 مدنيين في حادثي إطلاق نار بمحافظة السليمانية. المدى النيتو يبحث إرسال قوة جديدة إلى العراق. وجاء في موقع كتابات قوات تركية تتوغل بغطاء جوي 20 كيلومتر داخل الأراضي العراقية. وفي الجزيرة نت جلسة أممية طارئة ومشروع قرار لحماية الفلسطينيين. وفي صحيفة العربية الجديد قمة السبع اتفاق أوروبي بشأن روسيا وتقدم بمباحثات التجارة مع أمريكا. في القدس العربي اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة. وفي صحيفة الحياة 46 قتيلا بمجزرة في إدلب، وموسكو تنفي مسؤوليتها. من الطبيعي أن يهتم العراقيون جميعا بأزمة المياه والتهديد الواضح بشحه على المدى القريب. من ناحية أخرى، لم تحظى مشكلة المياه باهتمام القوى السياسية والسلطات المتعاقبة في العراق على المستوى الطويل، فإن موارد دجلة والفرات من المياه متوقع لها النضوب إلى حد كبير في حدود عام 2040، وهذا ما خرج به مؤتمر إسطنبول عام 2009. الأسباب موضوعية ولا علاقة لها ببناء سد في تركيا. أولا، مصادر المنابع المائية في انخفاض مستمر سواء في تركيا أو إيران أو العراق. ثانيا، زيادة عدد السكان، أي الاستهلاك اليومي في كل من تركيا وسوريا وإيران. وأخيرا، زيادة حاجة هذه البلدان للموارد المائية للزراعة وجوانب الحياة الأخرى. النزر اليسير الذي يمكن أن يصل إلى العراق لا يكفي سوى إلى شريط حدودي ضيق، فأين كان دور الحكومات خلال 15 عاما؟ هذا ما جاء في مقال للكاتب وثاب داود السعدي في مقال بصحيفة المدى. المسؤول الأول هو الحكومات العراقية المتعاقبة. لنقرأ ما يقوله أردوغان في تصريح أخير، يقول بأننا أخبرنا العراق منذ 10 سنوات بما سيحدث، وطلبنا منهم أن يبنوا سدودا ولكنهم نهبوا الأموال. سنملأ سد أليسو خلال 5 سنوات وستعود الأمور إلى مجاريها بعد ذلك. بطبيعة الحال هذا غير صحيح، الأمور سوف لن تعود إلى مجاريها مطلقا، ولكن مسؤولية الحكومات العراقية المتعاقبة أساسية، فمشروع هذا السد قديم يعود إلى 1971، والتخطيط لتنفيذه والحصول على القرض الدولي لتمويله بدأ منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن حكومات العراق لم تبذل أي جهد ولم تبدأ بأي مشروع تجنبا لهذه الكارثة التي تحيق بالعراق. إذا كانت حكومة العبادي تستطيع أن تتذرع بالحرب ضد داعش وبخواء الميزانية العراقية التي تركتها الحكومة السابقة، فإن العراق حصل على موارد هائلة خلال الفترة منذ 2005 إلى 2014، ولكن القابضين على السلطة آنذاك أضافوا إلى جرائمهم جريمة أخرى وبعثروا أموال الشعب العراقي ونهبوها نهبا، ولم يأبهوا نهائيا إلى التحذيرات التي كانت تأتيهم من كل صوب. ويضيف الكاتب سؤال الرئيس، هل باستطاعة طبقة المحاصصة والفساد القيام بدورها في إنقاذ مستقبل العراق وأهله؟
حينما تتآمر عليك الدول ذلك شيء بديهي تحتمه لغة المصالح والأمن القومي لها، بيد أن تجد حكومة ونظاما يتآمر على وطنه وشعبه فهذا حقا شيء لابد وأن يسبب لك أزمة وشرخا عميقا بالمفاهيم الفكرية والفطرة الإنسانية، بحسب الكاتب حيدر صبي في مقال بصحيفة الزمان عن دور الحكومات العراقية في أزمة المياه. نقول صار لزاما على الشعب العراقي أن يعي أنه بحلول عام 2040 سوف يجف نهر دجلة والفرات تماما، أي سوف تتحول جميع أراضينا الزراعية إلى أراضي بور قاحلة وستتأثر الزراعة، وحتما لن يكون هناك من فلاح يصبر ليبقى مستوطنا تلك الأراضي فينزح إلى المدينة، وهنا ستظهر آثار أخرى وهي ازدياد وتفاقم في معدلات البطالة وتحصيل لقمة العيش. سياسة النفط مقابل الماء كان يجب أن تجابه بسياسة بالضد منها من قبلنا نحن العراقيين، وقبل هذا التاريخ لقد تأخرنا كثيرا. وقع الفأس بالرأس، وحسب الدارج العراقي فإنه لم يتبقى لنا غير أن نخرج للشوارع نطالب المجتمع الدولي بالضد على تركيا وإيران. والمستغرب أن قادة الكتل الحزبية أو ما يسمون بقادة أحزاب السلطة إلى اليوم لم يحركوا ساكنا، وهم منشغلون فقط بتحريك الشارع وخداعه من أجل الحصول على مكاسب سياسية لا غير، وكأن مسألة تجفيف مياه نهري دجلة والفرات والأهوار لا يعنيهم. ما زلنا نبحث عن من يحرك الشارع للخروج والتظاهر أمام السفارة التركية والإيرانية ومطالبة الدولتين بإيقاف هذه الجريمة الإنسانية بحق الشعب العراقي، ونظن أن أعمق قيم الإصلاح تكمن بداخل الحاجة الإنسانية في العيش الرغيد وتوفير الأمن. المجتمعات المبتلى بالحكومات الصومعية تعيش بقسوة وعناء وتقهقر، فهذه الحكومات موجودات معزولة عن زمانها ومكانها وتعبر عما فيها من الرؤى والتصورات البهتانية والأوهام العجيبة، ولهذا تحيط نفسها بمتاريس وحمايات وحواجز وتتفاعل مع الشعب بسلبية وعدوانية وشكوك مريضة وافتراضات مستوحاة من اضطرابات تفكير أصحابها وما أملته عليهم تجاربهم المنحرفة التي لا تمت إلى الواقع الذي عليه التفاعل معه وتطبيبه. ومشكلة الحكومات الصومعية أنها تغرق في شعاراتها العقائدية كالدينية والحزبية والمذهبية والفئوية، وهذا ما عليه حكوماتنا في العراق بحسب الكاتب صادق السامرائي في مقال بموقع كتاباته. العلة الأكبر أن هذه الحكومات حتى وإن ادعت بوجود برلمانيين وممثلين للشعب، لكن هؤلاء أيضا يتصومعون في رغباتهم وامتيازاتهم وفقا لنهج الحكومة التي معها يتفاعلون ومنها يتعلمون، ولهذا تجد برلماناتها عبارة عن تبعة للكراسي ومسوغين للفساد والقهر والظلم، وما يعنيهم سوى ما يجنونه من الأموال والامتيازات والأملاك وغيرها من الاستحواذات على حقوق الآخرين باسم القانون الذي يسنون، وما هو إلا لتأكيد أطماعهم وما يرغبون. وبهذا تكون المجتمعات في ورطة حضارية ومأزق تفاعلي مرير يكلفها خسائر كبيرة تشمل الأجيال وتعوق نهر الحياة، وتقيم العثرات أمام الخطوات الجادة الساعية لبناء الوطن وصناعة الحياة الأفضل للمواطنين. ذلك أن ما ينفع الناس سيضر هذه الحكومات والبرلمانيين، وما يضر الناس ينفعهم ويزيدهم سطوة وقوة وقدرة على الجلوس فوق القانون.
ولهذا تجد في هذه المجتمعات أزمات لا تحصى ومناهج للحكم بالحاجات، وما هي إلا أساليب لاستعباد الناس وإذلالهم وتجريدهم من الحس الوطني الإنساني، بل ومصادرة قيمهم وأخلاقهم وسرقة ثرواتهم ومحق هويتهم. ويضيف الكاتب: ويبدو أن المجتمعات التي لم تستطع حل مشاكلها ومواكبة عصرها قد عانت من مصائب هذه الحكومات العليلة، المنطلقات والتفاعلات، إذ يتحول الشعب إلى عدو لها ويكون نهجها المحافظة على الكرسي وحسب، وعندما تسألها عما أنجزت تلقي باللائمة على الآخر. في خطوة مفاجئة استبقت نتائج العد والفرز اليدوي وما قد ينتج عنها من تغيير في نتائج الانتخابات، وقعت ثلاث كتل رئيسية على ميثاق مبادئ عامة اعتبر تمهيدا للتحالف الرسمي بين الكتل الثلاث، والأكبر حتى الآن في سباق تأليف الكتلة الكبرى التي يحق لها تسمية رئيس الحكومة الجديد. وقعت كتل سائرون والوطنية على ميثاق مبادئ عامة من 12 بندا تضمن نقاطا عامة حول الحكومة وبرنامجها المقبل. والمفاجئ أن الطرف الرابع الأقرب للكتل الثلاث وهو تحالف رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر غاب عن التوقيع أو الحضور في اجتماع الكتل الثلاث بحسب تقرير لصحيفة العرب الجديدة. أما على صعيد استعدادات إعادة الفرز اليدوي للأصوات، فقد كشفت مصادر قضائية عراقية في بغداد عن استدعاء مجلس القضاء الأعلى في البلاد لعدد من رؤساء المحاكم في محافظات شمال وغرب وجنوب البلاد، استعدادا لتسميتهم كرؤساء فروع لمفوضية الانتخابات العراقية التي فرض القضاء الخميس الماضي وصايته عليها ومنع أعضاءها من السفر بعد ثبوت تهم التلاعب والتزوير بالانتخابات. وتحدثت المصادر عن أن أكثر من 10,000 موظف سيتم انتدابهم للعمل في مخازن المفوضية لإعادة عملية العد والفرز يدويا لأكثر من 10 ملايين ورقة اقتراع تتحفظ عليها لجنة قضائية عليا وتحت حماية أمنية مشددة في مقر المفوضية الرئيس ببغداد. وسيتم انتداب موظفين من المحاكم العراقية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة العراقية وجامعة بغداد ووزارة التربية. ورجحت أن تبدأ عملية العد والفرز يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين، مع منع وكلاء الكيانات السياسية والمنظمات المحلية من التدخل ومنح الأمم المتحدة خيار المشاركة كرقيب على عملية إعادة العد والفرز اليدوي. ونقلت صحيفة أن غياب كتلة النصر جاء بسبب عدم حسم الكتل الثلاث قرارها بشأن تجديد الولاية الثانية لرئيس الحكومة حيدر العبادي، وهذا العائق الوحيد حاليا، والعبادي قد يجنح إلى كتل أخرى غير الثلاث في حال حصل منها على تأييد لبقائها رئيسا للوزراء دورة أخرى. ماذا عن بقاء النظام الإيراني في سوريا أو حتى بقائه في إيران؟ إذ لم يعد غريبا بقاء ممن ظل يهددنا باحتلال داعش لمدننا العربية في لبنان أو سوريا أو العراق ولو بأثر رجعي، بحسب الكاتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية. مضيفا: نظام البلالي وهو يتجه إلى منطقة الاختفاء في ظلامه وتخلفه المعتاد خلال القرون القادمة، يبدو أنه يحث الخطى متسارعا ليكشف عن ملفاته السرية في دعم الإرهاب. هل سنشهد في سنة 2019 نهاية النظام الإرهابي في إيران؟ وهل أن نهاية تواجده مع ميليشياته في سوريا باتت قريبة، أم أنه سيذهب بعيدا وهذا وارد لإصابته بجنون لا شفاء منه ودون كوابح؟
لأن تلافيف ذاكرته تم سحقها بالثقة المفرطة بعقيدة النظام وهيمنة قوته وأجهزته الأمنية في ممارسة وسائلها غير التقليدية في خلق مبررات الإرهاب والعنف والتمدد. النظام الإيراني يضع الخطط البديلة لإعادة النظام السوري إلى لبنان في السياسة، وما ترنيمة أحدهم المتأخرة من أن اللاجئين السوريين في لبنان هم بين إخوتهم في معرض دفاعه عن دور الميليشيات، إلا صورة مكبرة لما يجري الإعداد له في تطبيق القانون رقم 10 للاستيلاء على بيوت السوريين المهجرين في لبنان والأردن وتركيا وفي بقاع الشتات لإحداث التغيير السكاني الممنهج في جريمة شائنة. النظام الإيراني يتجه إلى حتفه وبإرادته وبثمالة تمدده وحماقاته في الهروب قدماً أمام العقوبات، متغافلاً عن عدد الشركات المغادرة ومنها الشركات الروسية، استجابة لما صدر من الإدارة الأمريكية. رهان خاسر تدحضه الوقائع وتدحضه فكرة الاستثمارات الأوروبية التي تعتمد غالباً على انتماءات شخصية لا دخل للدول فيها. ويضيف الكاتب: عظيم حزن ينتابنا ونحن نتطلع إلى بيتنا في العراق أو في سوريا أو بيتنا في كل ما أثر العروبة عبر الأجيال، لنراه مهدما تغيب عنه العائلة وتتناوش جذوره طفيليات نمت في ظروف شاذة من سفك دماء وحروب وغياب الوجدان الجماعي الذي كان يؤلف بين قلوبنا وعقولنا. هل يصل الربيع العربي إلى لبنان؟ سؤال طرحه الكاتب سليم نصار في مقالة بصحيفة الحياة. فقبل أن تهدأ الضجة السابقة حول أزمة النازحين السوريين، انفجرت قنبلة سياسية جديدة وصلت شظاياها إلى موقعي مرسوم التجنيس، الرئيس ميشيل عون والرئيس سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق. ولقد ألقى القنبلة النائب الكتائبي نديم الجميل مؤكداً تجنيس 52 شخصاً سورياً وفلسطينياً، ولمح في بيانه إلى أن هذه الخطوة التي اتخذها المواقعون بإيحاء من دمشق ليست أكثر من إعداد لمشروع توطين واسع. الملفت في هذا السياق أن وزير الداخلية طلب من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إعادة التأكد من أن كل الذين وردت أسماؤهم في المرسوم يستحقون الجنسية، علما أن الوزير كان قد طلب من المراجع المختصة، أي من شعبة المعلومات والإنتربول الدولي والشرطة القضائية، التأكد من سلامة سجلات الذين شملهم المرسوم. وتشير المعلومات المسربة إلى أن غالبية المجنسين ينتمون إلى النظام السوري، وأن منحهم هذه التسهيلات يصب في مصلحة مقولة قديمة مفادها وحدة المسارين ووحدة المصيرين. ويرى المراقبون أن لبنان الرسمي يستعجل الدخول في نفق مظلم يصعب التكهن بأوضاعه المجهولة، خصوصاً أن الجهات المعنية ببقاء نظام الأسد ليست متيقنة من عملية التطبيق على المدى البعيد، ذلك أن روسيا مهتمة بالمناطق الغربية لأن الموانئ تؤمن القواعد البحرية لأسطولها، بينما تهتم تركيا بالجهة الشمالية خوفاً من حركة تمرد الأكراد ونزوعهم إلى الاستقلال. أما إيران فيكفيها من سوريا السيطرة على المقامات في دمشق وجنوبها، مع الحفاظ على الوسط المتاخم لموقع حلفائها شرق لبنان. ويضيف الكاتب: المراقبون يلمحون إلى احتمال وصول الربيع العربي إلى لبنان خلال الصيف المقبل، على اعتبار أن الضمانات الخارجية لم تعد قادرة على ضمان شباب لبنان الذي تقوده تغريدات وسائط التواصل الاجتماعي.
أهلا بكم من جديد. يستعد البولندي أندري بوبوفسكي لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة 11، وقد اتشح بلوني العلم الأحمر والأبيض، وضع على رأسه تاجا ذهبيا مزينا بكرات قدم صغيرة. ويداوم هذا المشجع البولندي البالغ من العمر 78 عاما على حضور مباريات كأس العالم منذ عام 1978، ولم يتخلف حتى في المرات التي لم يتأهل فيها منتخبه. ويشتهر بوبوفسكي أو بوبو في بلده كما يلقب ملك المشجعين البولنديين. وجهز بوبوفسكي الملابس بالفعل، وخلال اليوم سيرتدي قميصا يحمل شعار البطولة من الأمام وقائمة بالبطولات التي حضرها من الخلف. والآن إلى فقرة الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.